صحيح صحيح، أنا وايد قالوا لي إن أغنيتي تدرس، خصوصاً التوزيع اللي فيها توزيع جداً فريد من نوعه، ولا ننسى الكلمات الموجودة بالأغنية، صدقني ما تحصل مثلها بولا أغنية نازلة حالياً بالسوق. هذه لو تغني الأطلال إيش راح تسوي؟ أشق هدومي أنا، أشق هدومي. وقلنا لك لا تزعلوا من الحمقى مشاهير، كه هذه الحمقى. إحنا سمعنا إنك تخليتي عن مدير أعمالك السابق طلال، شنو السبب؟ طلال كان مجرد شخص يساعدني، يوصلني ويبني، ومرات أصلاً كنت أقول له عن أشياء ناقصتني ويجيب لي إياها. أخ بالعكس أصيلة البنت، أنا صراحة أبي ناس بروفيشنال. سمعتها كفاح قاعد أسمعها. لا اشتغلتي وايد عشان توصليني. هذه اللي ضيعت شهور من عمرك عشانها؟ بعت ثواني؟ والله العظيم أنت صيدة. يا اسكت أنا ماني عكسك، أنت الثاني. أنا تعبت لي وصلت وحفرت بالصخر، اشتغلت بكل مكان. في أيام كانت تمر علي أعلام بالسيارة لأنه ما يسوى إلا بالبيت من كثر الأشغال. معلم شاورما اشتغلت، مربية اشتغلت، بكل مكان وين ما تبي اشتغلت. تعرضت لعنف أسري والتنمر والتشرد. تشوفين نفسك بقوة أبناء جيلك؟ لا بالعكس، أنا مو مثل باقي الفنانات، أحب أدعم الأصوات الشبابية الجديدة. لا 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 عاد صج مو مصجها، هذه توها طالع من البيضة وتقول كذي عيل، لو معمره بكذي بالمجال شلون؟ هذه المشكله اللي يصدق نفسه. انا حربت ببداياتي وكنت مستهدفه من قبل وايد فنانات وايد شركات انتاج. انت هاي مادونا ما تسوي كذي، ايش فيك انت؟ اي مادونا من صدقك انت؟ اي مادونا قدام نجمه؟ جننتني. انا ما حساعد، انا ساعد نفسي. واي حسرتي، لا تطيح علينا السما من صواريخها. يما نادي سميرة وحميدة، خليهم يشوفون ناديهم. يما عزيزة قاعد طالع المقابلة. يما شو تطالعين؟ كله كذب بكذب كذب. الله يا كبر عند ربي. وأنا شخصيا ما اعتمد على الوساط، هذا كله بمجهودي. أخيرا أول حجوة صجية قالتها. صحيح صحيح، الفنانة نجمة أفهم من كلامك أن أنت ما عندك صداقات ومعارف بالوسط الفني. أنا ما عندي صداقات لا بالوسط ولا برا الوسط، بصراحة أنا فقدت الثقة باللي حولي. الكلام معاك ما ينمل منه، بس وقت البرنامج يلا عاد نشكرك على تلميذك في برنامجنا نورتينا، بس إن شاء الله ما تكون هذه آخر مرة. أعزائنا المشاهدين نلقاكم حلقة جديدة مع نجم جديد في برنامجكم صراحة النجوم.